هو، هل أن العقل أيضا منبع من منابع أخذ المعارف أو ليس منبعا؟ خلوا ذهنكم يم هنا، من حقك أن تسأل ما هو المراد من العقل. أعزائي، كثيرا ما يقع الخلط، ووجدت بعض الرسائل المكتوبة ضد السيد الحيدري بيني وبين الله خلطوا في معنى العقل بين المعنى الأول والمعنى الثاني. العقل أعزائي تارة يطلق ويراد به الأداة التي نفهم ونستنبط من خلاله المعارف الدينية. أنت عندما تأتي إلى خدمة القرآن بأي أداة تفهم القرآن؟ ها؟ تفهم القرآن بالبصر؟ ها؟ لو بالسمع؟ لو باللمس؟ لو بالشم؟ بأي شيء تفهم القرآن؟ ها؟ تفهمه بالعقل، يعني بهذه الأداة. ولذا إذا كان لا يملك قوة التعقل لا يستطيع أن يستنبط ماذا، وإن كان عنده لمس وشم وبصر وسمع، ولكن لا توجد عنده القوة العاقلة. هذا يستطيع أن يفهم من المعارف الدينية شيء أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن الأداة غير موجودة. من قبيل أنه الآن هذا النور، أنت ما هي أداة رؤية الأنوار؟ ما هي؟ البصر. فإذا لم يملك بصرا يستطيع أن يرى النور أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ولذا قيل من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علم. إذن تارة يطلق العقل أعزائي ويراد به الأداة التي بها تؤخذ وتفهم المعارف الدينية من المنبع الأول أو المنبع الثاني أو منهما معا، الكتاب والسنة. وأخرى يطلق العاقل، خلوا ذهنكم يمي، لا أنه أداة بل هو منبع يولد ماذا؟ يولد المعرفة. هو منبع من منابع المعرفة، لا أنه أداة لفهم ماذا؟ لفهم المعرفة. يعني الآن أنت عندما تأتي إلى الأبحاث الفلسفية تجد بأن الفلاسفة يؤسسون أصلاً، يقولون الأصل أصالة الوجود لا أصالة الماهية، الأصل أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، وليس هذه بعد، ليس العقل بمعنى الأداة بل العقل بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى مولد للقواعد. كيف أنه من الآية أو الرواية يوجد منبع لأخذ المعارف؟ العقل أيضا منبع ماذا؟ لأخذ المعارف. سؤال، هذا المنبع الثالث مقبول أو غير مقبول؟ الجواب هنا الاختلاف أعزائي بين علماء الشيعة الأخباريين والأصوليين، مو في المعنى الأول للعقل. الأخبار أيضا يستند إلى عقله بالمعنى الأول كأداة لفهم ماذا؟ لفهم الكتاب. ولذا أنت عندما تذهب إلى الاسترابادي، المحدث الاسترابادي، المحدث البحراني، الشيخ الصدوق، الكليني، البحار، هؤلاء بعد كلهم من المحدثين، من الأخباريين، عبد الله شبر وهكذا وهكذا، كلهم من الأخباريين هؤلاء، ولكن تجد عندهم يوجد ماذا؟ أبحاث عقلية. ما معنى أبحاث عقلية؟ مو بحث عقلي بالمعنى الثاني من العقل، عند بحث عقلي بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأول، يعني يستعمل عقله لفهم ماذا؟ لفهم الكتاب والسنة. بعض كتب أن السيد الحيدري لماذا يقول أن الأخباريين لا يقبلون العقل، هم انظروا يستعملون عقولهم كذا وكذا، هذا خلط بين المعنى الأول للعقل والمعنى ماذا؟ والمعنى الثاني للعقل. الأخباري يقبل العقل كأداة لفهم المعارف الدينية ولا يقبل العقل كمنبع يؤخذ منه ماذا؟ معارف الدين.
ولهذا انت الان روح الى اخباري او روح الى مدرسة التفكيك، هاي المدرسة اللي موجودة في مشهد او الان اثارها موجودة هنا، تقول له العقل يقول الله صفاته عين ذاته، يقول لا لا، مو من حق العقل ان يقول. نحن لابد ان نرجع الى القرآن والى الرواية او الى الروايات، فان قال ان الصفات عين الذات قبلنا، ان لم يقل ماذا؟ لا نقول. تقول له البرهان العقلي يقول، يقول العقل منبع او ليس بمنبع، مصدر او ليس بمصدر مصادر المعرفة، يقول لا ليس من مصادر المعرفة. ما ادري واضح هذا المعنى؟ وهنا اعزائي طبعا هذا الاختلاف الموجود بين علماء الشيعة بين محدثيهم ومتكلميهم، بين متكلميهم وفلاسفتهم، كله مرتبط ماذا؟ بهذا المعنى الثاني من العقل. ولذا تجد الفيلسوف يقول إذا العقل قال قاعدة، هذه القاعدة ماذا؟ أيضا مصدر من مصادر المعرفة الدينية، مصدر من مصادر المعرفة. ولذا أنتم تجدون أن علماء الأصول الآن كثير من الأحكام استندوا إليها إلى أدلة ماذا؟ ها؟ إلى آية أو رواية أو إلى دليل عقلي، إلى دليل عقلي، لأنهم يجعلون العقل منبعا كما أن الكتاب والرواية ماذا؟ منبعا. من هنا أعزائي أنت كطلبة في الحوزة وطلب بحث خارج وبكرة إن شاء الله مجتهد وبكرة إن شاء الله مرجع وصاحب رسالة، لابد في الرتبة السابقة تحدد ما هو منهجك، هل تقبل العقل كمنبع أو لا تقبل؟ وإذا قبلت العقل كمنبع تقبله في أي دائرة؟ في دائرة أصول الدين وفروع الدين، أو تقبله فقط في الأصول لا في الفروع، أو تقبله في الفروع لا في الأصول؟ لابد أن تحدد طريقك أعزائي، لا تبقى هكذا غائم مبهم. في النتيجة مرة تستند إلى العقل كمنبع ومرة ماذا؟ لا تستند إلى العقل كمنبع. ونفس هذا البحث أعزائي قائم بين من؟ بين المعتزلة وبين الأشاعرة. النزاع القائم بين المعتزلة والأشاعرة إلى الآن تجدون بأن المحدثين يعني الحشوية، يعني أصحاب الحديث، يعني أحمد بن حنبل مؤسس نظرية الحديث والحشوية عند السنة، هو من؟ ولهذا يقال له إمام الحديث. إمام الحديث منه؟ أحمد بن حنبل، اللي هاي النظرية من هناك، وهي نظرية الحشوية. ما معنى الحشوية؟ يعني فقط يستند إلى الرواية. من هناك انتقلت إلى مدرسة أهل البيت. وإذا عندنا حشوية أيضا وأخبارية في مدرسة أهل البيت، فهي من آثار مدرسة ماذا؟ أحمد بن حنبل. ذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخل له. هذا النزاع اللي موجود بين المعتزلة وبين الأشاعرة. المعتزلة يقولون أن العقل منبع من منابع ماذا؟ المعرفة. الأشاعرة يقولون ماذا؟ لا نقبل.